كل الكلام والأحاديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إحنا بنعتبره روشتة لعلاج أوجاعنا وألمنا ومشاكلنا وابتلاءاتنا وكل حاجة ممكن تكون موجودة في حياتنا. النهاردة معنا حديث مهم جدا، في 5 وصايا من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني 5 خصال، وفي رواية 5، فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. انتهى. 5 خصال مهمين جدا جدا، وصية نبوية محمدية واقعية ينبغي علينا أن نحفظها وأن نعمل بها وأن نعلمها لأولادنا وأزواجنا وأصدقائنا وزملائنا، من نعرف ومن لا نعرف نعرضها على صفحاتنا على السوشيال ميديا. احنا محتاجين ده، محتاجين كل واحد فينا يتعلم حاجة يعمل بها ويعلمها لغيره، ما تخليهاش تقف عندك طبعا. فكل واحد فينا داعية إلى الله عز وجل بسلوكه وبعمله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فتلاحظي حضرتك أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا كان يراعي المقتضى، يراعي مقتضى الحال. فواحد بمعنى سعادتك، واحد جاي بيقول له: يا رسول الله أوصني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل عصبي شوية، فيوصيه الوصية اللي تتناسب مع حاله. أوصني، قال له: لا تغضب. زدني، قال له: لا تغضب. كل واحد حسب حاله بالضبط. زدني، قال له: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. خلصت. واحد تاني جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا أعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واحد تالت جاي بيقول له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. تلاحظي حضرتك، الله، كل واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه حسب إيه يا فندم؟ اللي يناسبه. الله يكبر خاطرك، اللي يناسبه، على حسب حاله، على حسب ظروفه، على حسب ما يستطيع أن يعمل. فهنا وصية جامعة شاملة تصلح لنا ولأولادنا. محتاجين كلنا الأول نحفظها، نفهمها، نعمل بها، ثم نعلم من يعمل بها. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مين اللي ياخد عني 5 كلمات يعمل بهن؟ ادي واحدة. تمام. ويعلم من يعمل بهن. الله، يعني كأنه سيدنا النبي علمنا ما تخليش العلم يقف عندك، كن طاقة نور، كن طاقة خير، ما تبقاش بخيل خالص، كن طاقة علم. وأنا لما بعمل كده أنا بعمل شركة استثمارية مع ربنا. يعني تخيلي حضرتك أجر وثواب طبعا. تخيلي حضرتك حاجة كده حلوة قوي، يلا بينا نتسابق من يحفظ الأطفال سورة الفاتحة. ولادك أحفادك اجري حفظهم سورة الفاتحة قبل أي حد، علمهم الصلاة قبل أي حد، علمه الوضوء قبل أي حد. ليه؟ أكتر حاجة عندي ابني الصغير أو حفيدي أكتر سورة هيقرأها في حياته كلها إيه؟ الفاتحة. فإحنا ناخد الأجر والثواب عشان إحنا السبب في إنه حفظ. الله، إيه مشروع حلو قوي، تسابق على ده كأنه
طمع في أعمال الخير وطمع في أن البني آدم يبقى عنده رصيد كبير من الحسنات. أيوة. وأعمال خير مع ربنا. ومش ربنا بيقول لحضرتك وفي ذلك فليتنافس إيه؟ المتنافسون. المتنافسون. تخيل حضرتك الولد ده أنا هعلمه الوضوء، هيتوضى في حياته كم مرة، وكل ده بيتحول على رصيدي، وأنا نايم وأنا موجود وأنا مش موجود وأنا عايش وأنا ميت. فيلا بينا نتسابق على ده. فده بيعلمنا إيه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا أبو هريرة سباق، قال له أنا، هو ينفع أقول أنا يا مولانا؟ عشان اللي بيقوله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. بالضبط. هقول لحضرتك على أنه أنا نوعان، أنا على سبيل الكبر وعلى سبيل الفخر وعلى سبيل المنظرة، وأنه أنا وعلى سبيل الغرور. تمام. دي بنسميها بين قوسين أنا الإبليسية، أعوذ بالله، لا يجوز. تمام. الدليل على ذلك قول الله عز وجل حكاية عن إبليس، أنا خير منه. دي ما تنفعش. طب أنا الإعلامية. أنا الإيه؟ الإعلامية، الإخبارية. زي ما بقى بخبط على الباب وحد يقول مين فأقول له أنا، لا يجوز. ما ينفعش خالص يا فندم. متشكرة، بارك الله فيك. سيدنا جابر خبط على الباب على سيدنا النبي، فقال النبي من؟ قال أنا. فسيدنا النبي قال أنا، أنا يعني إيه؟ مين أنا ده؟ ما عرفش حد اسمه أنا. ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اذكر اسمك، أنا فلان. الله يبارك في عمرك. بخبط على الباب من؟ رمضان. رمضان عبد الرزق، خلاص عرفنا. إنما أنا إيه؟ مين أنا دي؟ تمام؟ مين؟ لأنها مجهولة، يعني من أنا دي خالص. إنما يبقى أنا الإبليسية لا يجوز، أنا الفخر والمنظرة والرياء لا لا. إنما أنا الإخبارية، يعني من صاحب السيارة؟ أنا. مين اللي هيخطب الجمعة؟ أنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، قال ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. سيدنا أبو بكر قال أنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. الله. يبقى إذن أنا نوعان، أنا الإبليسية وأنا الإعلامية. تعالى نعمل مرة حلقة كده عن تصحيح المفاهيم الخاطئة. ده كتير خالص يا فندم. ما نعرف. جدا. بس انت يعني جبت لي الفكره دلوقتي وانت بتتكلم انه انهي الصح فيهم. اه طبعا. فنعملها مره عشان في مفاهيم كتير جدا جدا والله فكره حلوه، متخيلين ان هي حقيقيه وهي ملهاش اي صح. حلو جدا، حلو قوي قوي. ان شاء الله نعمل ونعمل ده ونعرضها على القران والسنه.